صباح الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الزردة البيضاء. احنا بدأ في طريق السيارة اتجاه المعارف. كيف ما كتشوفو طقس بارد هذا الصباح، يعني باقي البرد في هذه الايام. واخا كتجي الشميشة في وسط النهار، كاين شوية ديال الزحام في طريق السيارة. طولنا طريق السيارة، رابط ما بين حي الطرموسي وحي المعارف كاليفورنيا. دونك حنايا في الطريق ديال عين السباس اليوم. مشاهدينا كاين واحد الزحام شوية في الطرق، الإنسان ياخد الحيطة الحيطة والحذر الحيطة ياخد شوية الحيطة والحذر، لأنو شوية لو ريسك يكون في الطريق. وآخر نصيحة غير الناس ديال نصيحة الناس اللي كيسوقو، حاولوا تردوا البال. كاين دابا اللي كيجي موراك كيبقى لك طو طو طو، انت ما عندكش منين تشد اليمين، كيبقى طو 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 باش تحيد. فبقاو تشعلوا ديك السينيالات ديالكم باش يعرف بانكم راه ما غاديش تحيدوا من تما، واللي بغى يدوبل يشد طريق اخرى، لانه ما يمكنش انسان في الزحام ومركز مع الطريق وطريق السياره ماشي ساهل تسوق فيه، في الاخر يجي شي حد غير باغي يدوبل ويبقى يقول لك طو باش تعاود تشد اليمين وتعاود ترجع. ما يمكنش تخدمو يدور هو على اليمين لانه هو هو اللي باغي يدور. هذا غير نصيحة لأن كنعيشوها كاملين، صعيبة شوية. ابراهيم كيقول لك ما خصكش تمشي على اليسار، لا تمشي لانك غادي يبقى من ديالك عندك 90 تمشي 90 في اليسار، اللي بغى يفوت هو يدوبل يدوبل على اليمين، واللي غادي ب 120 راه عندك طريق السيارة تخليك تمشي ب 120 وتمشي ب 120، اللي بغى يدوبلك باغا يمشي ب 140 يدوبلك على اليمين، ما يدوبلكش لا كيمشي شدو الطريق. عليكم كامل سي العزاز.
اجتماعات، شيء ياخد شيء محدد يكون معكم رافض، اتمنى ان شاء الله بصحة وسلامة، اكثر من اللي كنتمنى ويا رب تقبل.